كلام مهم أول مرة تسمعه عن لحظة دخول القبر. أيها الأحبة، الحقيقة اليقينية المؤكدة التي سيواجهها كل واحد منا هي دخول القبر. لن تستطيع أن تهرب من الموت، لن تستطيع أن تنجو بنفسك مهما عملت، ستموت وتنزل تحت التراب. لذلك هذه لحظة مهمة جدا، لحظة تحدد مصيرك، تحدد إلى أين ذاهب. أحدنا اليوم إذا كان لديه امتحان عمل، امتحان ليقبل في وظيفة ما، فإنه يجلس سنة كاملة وهو يحضر ويجهز ويقرأ ويفكر في لحظة الامتحان، لأنها ستحدد مصيره في الدنيا، يعني الدنيا الفانية. طالب الثانوية العامة يجلس سنة الامتحان ويفرغ كل حياته فقط من أجل هذه اللحظة، لحظة الامتحان، ليضمن معدلا يدخله الكلية التي يريدها. طيب بالله عليكم، لحظة دخول القبر التي ستحدد مصيرك إما إلى جنة دائمة خالدين فيها أبدا، أو إلى عذاب مقيم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. طب ألا أفكر فيها؟ ألا أعطيها لحظات دقائق من وقتي؟ ألا أنظر ما الذي ينتظرني في القبر؟ لماذا أخي الحبيب تفكر بكل شيء إلا في قبرك لا تفكر، وهو المستقر الحقيقي لك من الدنيا، هو المكان الذي ستمكث فيه ربما مليارات السنين حتى تقوم الساعة، نحن لا نعلم. أنت ستعيش حياة في عالم البرزخ بعد الموت إلى قيام الساعة، أكيد أطول من حياتك في الدنيا بكثير. إذن أنت تهتم بجزئيات بسيطة جدا وتنسى لحظة دخول القبر. أحدنا إذا أراد أن يذهب في نزهة إلى شاطئ البحر يجلس يوم أو يومين وهو يجهز نفسه. طب أنت الآن ستدخل إلى قبر مظلم عبارة عن متر بمترين كحد أقصى، يعني ضيق، التراب من فوقك. أرجوك أخي الحبيب تخيل معي فقط دقائق قليلة أعطني من وقتك وتخيل معي هذا المشهد، أنك تحت هذا التراب، أولادك أول من يهرب منك، أبويك، زوجتك، إخوتك، أصدقائك، الكل يهرب. هل رأيتم ميتا يدخل معه أحد إلى قبره؟ مستحيل. ستدخل وحيدا، الكل سيهرب، لن يبقى معك أحد، المال ذهب، المتاع ذهب، الزوجة ذهبت، بقي معك شيء واحد، عملك. طيب يا رب أنا عملت للدنيا، أنا عملت عقارات وعملت مشاريع وعملت أموال طيب عملت للدنيا، اذهب للدنيا وخذ أجرك منها. إذن أنت ماذا عملت لهذه اللحظة؟ لا شيء للأسف. فلكي تتجنب الصدمة حيث لا ينفع الندم في الدنيا أخي الحبيب، في كل لحظة ينفع الندم في الدنيا التي تعيشها الآن، في كل لحظة تستطيع أن تندم وتتوب إلى الله
وتعود إلى الله وتتخلص من ذنوبك، من همومك، من فقرك إلى آخره. ينفع الندم. إذا خسرت في تجارتك تندم، ويمكن أن تعود وتنهض من جديد. ولكن بعد الموت لن ينفعك إلا شيء واحد، هو عملك. العمل، ماذا قدمت؟ وعلى رأس هذه الأعمال قراءة القرآن وفهم القرآن، لأن القرآن هو الذي يقوم سلوكك، هو الذي يحدثك عن بعد الموت. اليوم الأفلام، المسلسلات، الميديا، مقاطع التي نراها على مواقع التواصل، في معظمها تروج للإلحاد، في معظمها تريد أن تدمر آخرتك، تريدك أن تضع غمام على عينيك لا ترى ماذا يحدث بعد الموت. أنا الآن أنبهك وأقول لك هذا ما سوف يحدث لحظة الموت ولحظة دخول القبر. انتبه أخي الحبيب، عندما يأتي ملك الموت الإنسان لا ينطق، انتهى كل شيء. عملك هو الذي يحدد مصيرك. هل قرأت القرآن؟ هل حافظت على الصلاة؟ هل أنت تتذكر الله وتتذكر لحظة الموت باستمرار وتعمل من أجلها؟ أم أنك عشت في هذه الدنيا تمارس الأطماع والشهوات واللهو والعبث والحسد وإضرار الناس والغش، وتجمع المال بشراهة، تلهث وراء الدنيا؟ إذن هذا الذي يحدد مصيرك. القبر أخي الحبيب مظلم جدا، ولكن ليس القبر هو لا شيء. كل من يقول لك إن حياة البرزخ بعد الموت هي لا شيء فراغ، هذا يخدعك والله. وسأثبت لك من القرآن الذي تؤمن به، ومن العلم أيضا. إذا لم تكن تؤمن بالقرآن، من العلم، دراستان أجريتا مؤخرا، الأولى تؤكد أن الميت يسمع بعد الموت، يبقى دماغه في حالة نشاط في منطقة معينة، يتفاعل مع الأصوات من حوله، ولكنه محبوس داخل جسده، لا يستطيع أن يتحرك أو ينطق. وهذا ما أثبته دكتور اسمه سام بارنيا، متخصص بأبحاث أو تجارب ما قبل الموت. دراسة أخرى أيها الأحبة تقول بأن الإنسان بمجرد أن مات يبدأ يتذكر كل حياته، يتذكر الأعمال السيئة أو الصالحة، يتذكر هذه المشاهد ويتفاعل معها. وقاسوا ذلك بجهاز اسمه جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وأنا وضعت فيديو عن هذا الموضوع، ماذا يحدث لحظة خروج الروح مؤخرا، في يعني شرحت فيه هذا الاكتشاف العلمي الذي يحدث لأول مرة في التاريخ. طيب، إذن علميا هناك حياة بعد الموت بالنسبة للملحدين. طيب، إذا كنت تؤمن بالقرآن، الله عز وجل يقول لك ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، هذا تحذير لكل ظالم، إذا ظلمت أخا لك، إذا ظلمت ابن أو أب أو حتى إنسان غريب، إذا ظلمت إنسانا سارع وأعطي حقه، إذا أكلت مال إنسان سارع وأدي حقه، لأنك ظالم. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أريد أن أعرف لكم الآية عن من تتحدث. النبي يقول من ظلم قيد شبر من الأرض، 20 سنت، يعني 20 سنت ما ثمنها من الأرض؟
قليل جدا. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. ستضغط عليه الأرض بطبقاتها 7 بنواتها الملتهبة، درجة الحرارة آلاف الدرجات المئوية داخل الأرض، كأن هذه الأرض ابتلعته وضغطته بعد الموت، يعذب بشبر من الأرض. كيف بمن أكل أموال الناس؟ كيف بمن لم يرد الأمانات إلى أهلها؟ ماذا سيحدث فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سماه ظالما، قال، لم يقل من أكل، قال من ظلم. إذن أنت ظالم، إذن أنت مصيرك الآن هنا، يعني أنت الآن تسمعني. إذا كنت قد أكلت حق شخص ولم يسامحك ولم ترد هذا الحق، إذن هذا المصير الذي ينتظرك إذا لم يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هذا المشهد ستعيشه أيها الظالم منذ لحظة الموت ويستمر إلى ما بعد الموت في القبر. تجد هذه الملائكة يبسطون أيديهم بأبشع صورة يمكن أن تتصورها، والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، أخرج نفسك من هذا المأزق، أخرج نفسك من هذا القبر الذي أنت فيه. اليوم تجزون عذاب الهون، يا لطيف، اليوم في القبر وأنت في قبرك. الآية واضحة أخي الحبيب، لا داعي للفلسفة وأن تقول لي هم في رقاد. نعم، أجسادهم راقدة، الأجساد سيأكلها التراب، ستتحول إلى تراب، ولكن النفس هي التي تعذب. ونحن الآن في الدنيا الجسد لا يعذب، أنا عندما أقرب مصدر حراري من هنا هذا الجلد لا يتألم، الذي يتألم هو النفس. والدليل أنك إذا خدرت إنسان فإن النفس تخرج، فإذا قطعته لا يشعر. فالعذاب هو عذاب للنفس في الدنيا، يعني في الدنيا وفي البرزخ. في النار سيكون العذاب للنفس والجسد معا. تقول الملائكة لهذا الظالم الذي ظلم أخاه، ظلم زوجته، امرأة ظلمت زوجها، هذا هو المصير الظالم. ولو ترى إذ الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الهون يعني الذل، اليوم تجزون، وأنت في القبر اليوم، يعني يوم الموت، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ما معنى كنتم عن آياته تستكبرون؟ تقول لشخص ظالم اتق الله، لا يأبه، هذا استكبار عن آيات الله. تقول له يا أخي لا تظلم لأن الله توعد الظالمين بيوم قال فيه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول لك هذا كلام فارغ، يظلم، هذا تكذيب بآيات الله واستكبار عن آيات الله. ليس الذي يكذب فقط هو الملحد، لا، المنافق يكذب بآيات الله، الظالم يكذب، ولو صلى 1,000,000 ركعة يكذب. إذا ظلم
هو يكذب بآيات الله، تارك الصلاة يكذب بآيات الله. الله عز وجل يقول لك أقيم الصلاة، أقم الصلاة، وأنت لا تقتنع، إذن هذا تكذيب لآيات الله. الله يقول لك ويل للمصلين، ويل وادي في جهنم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنت تقول هذا كلام، وبالتالي هذا تكذيب لآيات الله. انتبه أخي الحبيب، أي آية في القرآن أمرك الله بها لا تطبقها أنت تكذبها بالنتيجة، يعني بالمحصلة. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن لحظة دخول القبر ستستقبل أيها الظالم بالضرب والعذاب والذل. الذي يخاف الله ما مصيره؟ الذي يكثر من ذكر هادم اللذات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، ما هو مصيره؟ الإنسان الذي يخاف من الظلم، الإنسان الذي هضم حقه وصبر، ظلم كثيرا وصبر، ضاق رزقه وصبر، آذاه الناس وصبر، كان يبتغي وجه الله، كان يطبق تعاليم الله، كان يحرص على الصلاة والزكاة، كان يحرص على بر الوالدين، هذا الإنسان ما هو مصيره؟ ستجد أن ملائكة الله تضيء لك القبر، سيظهر وكأن هناك كمية من النور، نور يخرج من هذا القبر، ويوسع الله عليك القبر وترى مقامك من الجنة صباحا ومساء. ما رأيكم بهذا المشهد؟ يعني أنا الآن أجلس في مشهد لطيف والنور من خلفي، هذا المشهد ذرة من المشهد الذي سيعيشه المؤمن في عالم البرزخ إلى يوم القيامة. القرآن سيحاجج عنك، سيدافع عنك، القرآن سيكون نورا لك، الصدقة برهان لك، الصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصبر ضياء، صبرك سيضيء لك القبر. لذلك تجد هنا إنسان ميت كافر ظالم وإنسان مؤمن بجانبه، هذا يعيش في عالم البرزخ المضيء في قمة السعادة، ولا يتمنى أن يعود إلى الدنيا. على فكرة، الذي قتل مظلوما مات مظلوما لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، تماما مثل ذلك الرجل الذي قتله قومه لأنه نطق بالحق، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الملحد بجانبه القبر مظلم وضيق ويتعرض لألوان من العذاب، والعياذ بالله، موقف مرعب إلى أن تقوم الساعة ويوم يبعث. انظر أخي الحبيب، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لأن العذاب الذي كان يتعرض له هو ذرة أمام عذاب الآخرة. يريد أن يعود إلى القبر، لأن الكافر دائما يريد أن يعود إلى الوراء، إذا جاءه الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يريد أن يعود إلى الدنيا. ولكن عندما يموت ويفقد الأمل ويدخل في عالم البرزخ، تقوم الساعة فيتمنى أن يعود إلى البرزخ. يعني الأقل، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لم يقل من رقادنا، لم يقل كنا راقد، مرقد هو مكان يرقد فيه الجسد وتعذب فيه النفس.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن المرقد هنا ليس هو يعني أنك جالس بأمان، هو مكان الجلوس، مرقد أي مكان الرقود. الجسد راقد بالفعل، الجسد تحول إلى تراب، ولكن هذه النفس عندما يبعثك الله يوم القيامة إذا كنت ظالما ستقول يا ويلنا. طب لماذا يقول يا ويلنا؟ لأنه رأى العذاب. انظر معي أخي الحبيب، الذي حكم عليه بالإعدام يرى حبل المشنقة كل يوم، هو يتعذب، لا يستطيع أحد أن يقول لي إنسان حكم بالإعدام ويرى حبل المشنقة كل يوم ولا يعلم متى سيعدم، لا تقل لي إنه مرفه، هو يعذب ولكن عذاب أقل من العذاب الشديد. طيب في اليوم الذي يأتي فيه الإعدام يقول يا ويلنا، أنه جاء ما يخشى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب لو كان هذا الرجل راقد ومطمئن كما قال بعض الناس، راقد مطمئن، لماذا يقول يا ويلنا؟ يعني أليس هناك حساب وصراط وصحف وكذا وكذا؟ إذن هو يعلم مصيره الأسود منذ أن كان في عالم البرزخ، لذلك عندما يبعث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، تأتيه الإجابة الصادمة، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لذلك أخي الحبيب أرجوك منذ هذه اللحظة إذا كنت لا تصلي التزم بالصلاة، لأن الصلاة أكبر بكثير من مجرد عادة. إذا امرأة كانت لا تضع حجاب لتضع لتلتزم بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الحجاب لا يحجب العقل كما قال بعض الناس أيضا، هو يحجب أصحاب القلوب المريضة، يحجب الشر. أنا الموبايل عندما أضع له كفر حجاب لأحميه وليس لأحجب المعلومات التي فيه، يعني صححوا فهمكم، ارجعوا إلى الله، الحياة قصيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن ينور قبورنا بنور القرآن، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.